أما بالسؤال عن التغطية المباشرة من القنوات المصرية، فالقنوات المصرية تابعت برامجها وأغانيها ومسلسلاتها وكأن شيئا لم يكن. هذه الصور تم تصويرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دقائق من الإعلان عن الحادث. هذه صورة من سي بي سي، وقد استمروا في برنامج مع منى الشاذلي ووصلة من العزف والغناء. أيضا الحياة استمرت في عرض أحد المسلسلات. المحور كانت تعرض فيلم، أما دي إم سي عرضت لقاء مع المطرب العسيلي. القناة الأولى عرضت مشاهد من وصول فوج الحجاج المصريين إلى السعودية. الإكسترا نيوز عرضت لقاء سابق لضياء رشوان. أما مباشر مصر وفي حضرة الإعلامي عمرو أديب وسهرة غنائية صاخبة في الوقت اللي كان المصريين فيه بيموتوا من الحريق. القناة المصرية كانت تعرض برنامج معاد، أما القناة الثانية فكان عليها فيلم أديب. أون تي في كانت بتعرض برنامج شبابي. النهار كانت بتعرض مسلسل الزوجة 18 الحلقة الخامسة في الوقت اللي كان، لا ارجع لي تاني على الصورة اللي قبلها، في الوقت اللي كان على الشاشة عاجل النائب العام يأمر بانتقال فريق من نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع الحادث أو حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام، لكن استمروا في عرض المسلسل واستمروا في عرض البرامج كما هي. أما القاهرة والناس فكان إعادة لأحد برامج القناة. أما تين فكان طبعاً نشأة إديه بورقة والقلم وبيكلم بعيداً عن الأحداث يتطاول على بعض المعارضين السياسيين. هكذا غطت القنوات المصرية وتابعت القنوات المصرية الحادث الذي وقع أمس في القاهرة. طبعاً كلنا فاكرين لما عبد الفتاح السيسي قال لهم وقت حريق قطار القاهرة انتوا بتعرضوا ليه المشاهد دي على الناس، انتوا ليه بتصيبوا الناس بالإحباط. تقريبا كلهم استجابوا لكلام عبد الفتاح السيسي في الوقت اللي العالم كله كان بيتكلم عن هذه المأساة، في الوقت اللي العالم كله كان بيتكلم عن الحريق الحادث في القاهرة كانوا هم بيعرضوا أفلام وأغاني. الموضوع سبب غضب على مواقع التواصل الاجتماعي مع تداول هذه الصور. حسان بيقول مفيش قناة مصرية جايبة أي أخبار ولا كأن حاجة بتحصل، ربنا يسترها من عنده يا رب، هاشتاج المانيا. أما أسامة بيقول ناس بترقص وناس بتموت، وصورة من أحد القنوات بتغني والصورة التانية لأم شايلة ابنها قدام معهد الأورام. الشيخ برنجي بيقول اللي عايز يتابع حريق معهد الأورام في المانيال يتابع القناة المعادية الممولة، طبعا يقصد قناة الجزيرة واللي كانت بتبث مباشر للحادث. أما قنواتنا مش فاضية، ومجموعة صور لهذه القنوات.